بينضم ليا على التليفون سياده المستشار مرتضى منصور. سياده المستشار اهلا وسهلا بيك ومنور محطه مصر يا فندم. مرتضى ازيك؟ ازاي حضرتك؟ الحمد لله تمام الحمد لله. ايه تقييمك للي حصل النهارده في الجلسه يا سياده المستشار؟ لا تقييمي طبعا انه ده قرار لا تعقيب عليه من القاضي. والقاضي ملف قدامه بخمس سنوات ومع النفاذ. فانه اجل الدعوه، اولا استمع لكل المحامين بصدر رحب النهارده واستمع لطلباتهم واستجاب لطلباتهم في التاجيل لحين سماع الشهود او مناقشه الشهود. كنت بقى انه حبس مع السماب حبس من عدم مدون، يعني ده قراره. وهو على فكره يعني هو يعني حكم مع النفاذ ما يقدرش يعدله، يعني يقدر يقول ايه مع يعني يستطيع بقى ان يحكم البراءه او بالتعديل مثلا او ايقاف التنفيذ، كل ده في ايده يعني. نحن في انتظار حكمه، لكن انا بطلب من الساده الاساتذه الزملاء الافاضل المحامين ان هم يعني مش وقت، اول حاجه الانقسام، اتنين مش وقت ان احنا الطلبات اللي بنقول والله احنا لينا طلبات حصانه وكل هذه الطلبات، هذا ليس وقته. احنا دلوقتي عندنا ازمه طارئه مشتعله. اثنين من زملائنا المحامين ايا كان سنهم كبار صغيرين، لكن هم في النهايه يحملون كاردين قاده المحامين. عندنا قضيه اساسيه ان احنا نخلي سبيلهم ويطلق سراحهم، ثم نتحدث عن الطلبات او العلاقه اللي بين المحامين والقضاه وكلاء الساده وكلاء النيابه وبين الاساتذه زملائنا المحامين وبين ضباط الشرطه. لكن في هذا الوقت لا حديث الا عن ان يطلق سراح الشابين. طب سياده المستشار، النهارده لما حضرتك تقدمت الاثنين محامين تقدموا باعتذار، والاعتذار ده الناس فوجئت ان حمدي خليفه نقيب المحامين بيرفضه شكلا وموضوعا، يا ريت تفهم الناس يا سياده المستشار. لا بص، اولا الاعتذار ده كتبوا الاستاذين المحترمين المحامين ايهاب ومصطفى بمحض ارادتهم، وهو اعتذار محترم مكتوب بصياغه محترمه. ومش يعني مش عايز اقول في تفاصيل، لا كل كان عارف ان في اعتذار. ويمكن اعتقد انه سبب من اسباب التاجيل مع استمرار الحبس، اعتقد انه التشكيك في هذا الاعتذار، برغم المعتذران موجودين، كانوا موجودين في القفص. ولم يعلقها. لا لم يرفضها، مش لم يعلقها، على فكره مش هذا اللي مقدم الاعتذار عشان تبقى في الصوره. ايوه. الاعتذار ارسل بمعرفه السيد مدير مصلحه السجون الى السيد المستشار النائب العام والسيد المستشار وزير العدل. هذا الاعتذار كان فيه اعتذار قبله مكتوب بطريقه يعني انا مش عايز اقول انها مهينه. فانا لما رحت زرت الولاد رفضت هذه الصياغه، لما عرفت انهم قدموا اعتذار بهذه الصياغه، كلام كان فيه اهانه ليهم يعني. بدون تفاصيل، وقلت لا، اللي بيعتذر يحافظ على كرامته وكرامه المحامين في نفس الوقت. فاذا كنت شايف انك انت عايز تعتذر، اعتذر بطريقه محترمه شيك بيك يعني. لان كان الالفاظ المكتوب بها الاعتذار لا تليق انها تطلع من محامي. هو طبعا ما كانش فيها سباب، حتى الناس تفتكر كان فيها سباب او الفاظ بذيئه، لا العكس، لكن كان بتهين الشخص نفسه وهو بيكتبه يعني. مش يعني فيها نوع من الامتهان لنفسه يعني. ايوه. فبعتوا الاعتذارات من مصلحه السجون للمستشار النائب العام مستشار وزير العدل وارسلها للمحكمه. النهارده بعض الاخوه المحامين انكروا هذه الاعتذارات بالرغم ان كاتبينها كانوا موجودين. ايوه. وبعضهم قالوا تحت اكراه، بالرغم ان اللي كاتبينها دول يعني اساتذه افاضل وعندهم يعني بلغوا سن الرشد، ومش عيب ان انا اقول للنائب العام ان انا بدر مني تصرف، لان احنا معترفين ان في خطا. طبعا. وليكون خطا في حقهم في جزء معين ومع النائب بيحقق فيه، لكن في خطا منهم. طبعا. واخد بالك؟ هذا الخطا اذا كان بيعتذروا عنه فانا بعتبر ده شجاعه منهم نمره واحد. اثنين بعتبر ده حسن نية منهم. ثلاثة بناشد كل رجال مصر من رجال القضاء المحترمين ومن رجال النيابة العامة، عايز اقول لهم انه في حالة غضب وفي بعض التصرفات تثير الغضب واثارت غضب المحامين قبل غضب القضاء، لان احنا ضد التطاول لاي شخص على القاضي او محامي عام او سبه او ان انا احبسه في اوضة او الكلام ده كله. هذه ليست المحاماة ولا مهنة المحاماة ولا رسالة المحاماة. أي. وأنا لما يكون عندي وأنا كان ليا واقع معروفة
ولفقت لي اللي بتاعت الاخ نوفل. أيوة. ومع ذلك لما صدر ضد الحكم ده مع شغله ونفاذه وانا لم ارى نوفل اصلا، ومع ذلك خلاص حكم صدر وتقبلته، وانصاري ايضا قلت لهم تقبلوا هذا الحكم ونعمل استئناف. عندما الاستئناف عدل الى سنه برضه قلت لهم نتقبل، لانه شوف احكام القضاء لها منا كل الاحترام والتقدير، لن تحل هذه المشكله بالشتيمه ولن تحل بهذه الطريقه. انت النهارده نحن امام قاضي، يا اما نثق في هذا القاضي وعدل هذا القاضي، يا اما هنتبع اساليب اخرى. انا برفض هذه الاساليب الاخرى واناشد مع النائب العام، لانه الاصل العدوان حدث على كما تقول الاوراق على النيابه، على مدير النيابه. انا بنجده بسماحه الاب وبروح الاب اللي موجود عن المستشار بجد محمود، انه هو اذا كان الولدين بعتوا له هذا الاعتذار فهيؤكد حسن نيتهم، وطبعا بعتوه طبعا مؤكد يعني حسن نيتهم ويعتبرهم زي ابنائه بالضبط، وان النيابه العامه يكون لها دور في الجلسه القادمه في التنازل عن دعواها، لان هي المجني عليها. واذا كان هناك اتلاف بعض الممتلكات تقدر قيمتها ايا كانت، ونقابه المحامين تدفع قيمه هذه التلفيات وتعود الصفحه بيضاء كما كانت بين جناحي العداله، قضاة مصر العظيم والمحامين الشرفاء، جميع المحاماة معتز. جميل. أنا بعتز أن أنا محامي مهنة محترمة شريفة طبعًا. بتؤدي رسالة، ومن غير محامي لن يستطيع القاضي أن يصل إلى الحقيقة، لأن المحامي هو الذي في يده المصباح الذي ينير القاضي الطريق إلى الحق. طب سيادة المستشار، بس سؤال أخير. حضرتك قلت إن الجميع، أو إنك مش عايز تاخد في التفاصيل، ولكن الكل كان عارف بأمر الاعتذار. طب ليه جه حمدي خليفة مع حفظ الألقاب اعترض والمحامين اعترضوا؟ هل إبراء ذمة؟ هل عشان يقولوا إن هم مالهمش دعوة بالاعتذار؟ بتفسر الموقف ده بإيه؟ شوف، حمدي خليفة راجل عليه ضغوط فوق طاقة البشر. أيوة. هو تحت، وأنا قلت الكلام ده في المحكمة النهاردة، قلت يا جماعة أنا راجل جاي مع أنا جاي مع زملائي، يعني أيا كان، على فكرة مش أول مرة أحضر أي زميل بيحصل له أي مشكلة في أي مكان بروح له. أيوة. دمياط كان في فترة، المنصورة، المنوفية، المهم يعني أنا ما عنديش ضغوط لأني منج، أنا مش نازل انتخابات، لكن في ضغوط انتخابية أحيانا بتفرض عليك أن تناور، أن تتحمل، أن تصمت، أن تتحدث. دي ضغوط انتخابية، وخاصة عندما يكون خصمك الراسب يأتي يتتبعك ويعد خطواتك وأنفاسك. فإحنا عايزين ندي العذر لحد خليفة والنقابة، لأنه عنده هو عندهم حسابات، واخد بالك؟ في كل نقابة، على فكرة، نقابة الصحفيين، نقابة الأطباء، في كل نقابة هتلاقي هناك، أو نقابة الممثلين، في حسابات موجودة عند مجلس النقابة، مش موجودة عند اللي هم الإخوة القاعدين. أنا بس عايز أقول للإخوة المحامين اللي هم خارج النقابة اللي ما عندهمش حسابات، أنا مش هتاجر بقضية ويكون الضحية فيها شابين زي دول. عندما يقول القاضي في لحظة قبول ورفض التأييد، هذه يعني مأساة أن يقضي شابين في السن دون 5 سنوات في عمرهم خلف القضبان. صح. وعايز اقول وانا كان في حديث مع الست الوالده الشابين واخوه، عايز اقول اللي بيحب الولدين دول وخايف عليهم ما يشتمشي، ما يسبش، ما يحطش بنزين على النار. وعايز اقول لغراب الصحافه المصريه، وانا عارف هو كاتب ايه بكره، ابعد عن قضيه القضاء ومحامين ايها الغراب. هو عارف نفسه وعارف اسمه كويس قوي. كفى اشعالا لنيران في مصر. انت بصحيفتك عمال تحط نار في كل مكان، وانا طبعا تعرف ان انا من البدايه للنهايه انا مختلف مع النظام ومختلف مع السيد رئيس الوزراء، لكن عايز اقول دي في نهايه مصر، لا يملك النظام ولا يملك رئيس الوزراء، ولكن دي ملكنا كلنا. عايز اقول له كفايه بقى كده، يعني انت راجل عمال تشعل حرائق في كل مكان، وانا عارف هو كاتب ايه بكره، واخد بالك؟ يزيف الحقائق. عايز اقول في النهايه يا جماعه، اي حد يحب البلد دي لما بيلاقي نار مشتعله في مكان يطفيها، مش يزود فيها النيران. وفي النهايه انا بتمنى ان زملائي الافاضل او زميلين الفاضلين اللي هم في الاسر او اللي هم محبوسين في سجن دمنهور يطلب سراحهم لنا، معتز كمان القضيه مش هم دول. ايوه. الام والاخ والاب والربا واللي بيروح يزور في السجن واللي بيوفر، يعني انا معتمد على مثلا ابن معين عشان يصرف عليا في الكبر، وفاجئ بان هذا الابن سجن وخد 5 سنوات، وانا اللي ابتديت يعني لا، الناس ظروف اقتصاديه صعبه، فاللي عايز يتاجر بعيد عن البلد. وصلت الرساله، وصلت الرساله. سياده المستشار مرتضى منصور، بشكرك. شكرا.